قال يسعد لي اوقاتك وسلم تمك. يعني بالفعل عم تحكي كلام بيبرد القلب وبيسلج الصدر. مونجيرال، انت عارف انه شركات الادويه كلها سوا عامله مستودعات وهميه، منيح مستاجره مستودعات، الموظفين بيعرفوا. يعني اي موظف بيبعت وراء اي قاضي بيقول له تعال هولا جيب لي انت ايصالات البلديه تبعك، جيب لي ايصالات الميكانيك تبعك، شوف لي شو عندك مخالفات. مثل التوتو بصير بخبروا اسرار كل الشركه، اوكي؟ اذا مخالف ما مخالف بسعه الكهرباء، بالميكانيك ايه بيعمل له حجز بيخرب له بيته بيحطه بيعمل له ضبط مليون ونص، او بتقول لي وين المستودعات اللي شرتها شركه الادويه ومخزنين فيها بملايين الدولارات. بعرف هالشيء، انا مواطن عادي، شو خلينا شو اسمه المعلومات والمخابرات والاستقصاء وامن الدولي، ولو ما بدهم يعرفوهم. مونجيرال بملايين الدولارات مخزنين. اي محطه هلا اروح نزل الصيخ بتلاقي عندها خمس خزانات معبيين وعم بيعبوا من خزان واحد، ومتى ما فضي بسكر المحطه. بعيد عنك ما تاخذني على الكلمه، بس دمي عم يغلي. بيطلع جربوع، جربوع جاهر ريحته طالعه، نصب على الناس وعمل موتور، صار زعيم. في واحد بكفايه صار معمر 20 بنايه، بخبروني عنه معمر 20 بنايه من الموتور، بيهدد الدوله، بيهدد الدوله انه انا بدي نقنن وانا ما عم توفي معي وانا بدي سكر وانتم بتتحملوا مسؤوليه. ولك هذا جربوع. طيب انا ما عم اقول لك مسح في الارض مثل ما لازم تعمل السلطه، لازم تمسح في الارض هيك وتلاحقه وتشوف شو عليه مخالفات. يا عمي اليوم اي واحد عنده مليون مشكل منيمهم منه قادر يحلهم، لما انت بتكشف له اياهم بصير مثل التوتو معك. طيب شو بيمنع اليوم البلديات النصابين اللي عم يستفيدوا من الموتورات، شو بيمنع انه تفتح مجال انت لاكثر من واحد يجيبوا موتورات وشوف كيف بصيروا؟ طيب ليش انت حاصر الموتورات بواحد؟ عندي بالبقاع واحد جاهل عنده موتور متحكم بضايعة كلها. لك يا عمي ليش ما بتفتحوا مجال لخمسة يجيبوا موتورات؟ طيب هيدا شو بده؟ بده توافق وطني؟ شو بده؟ بده مؤتمر طائف تاني؟ لك هيدا بده يطلع مسؤول مثل افضالك شبعان من حليب امه ياخد قرار ويروح على التنفيذ. طيب يا عم كيف هيك؟ ليش عم تتركوا الناس يبتزوا المواطن المعتر؟ ما في حليب للاطفال. يا عمي هيدي دولة وسلطة ومسؤولين عندهم نص، عندهم نص ذرة كرامة، لأنه بالذرة بصير في حجم، بس نص ذرة كرامة بيقبلوا إنه ما يكون في حليب للأطفال؟ بيقبلوا أنا عم وصي من عندي أصحابي كلهم كابتنية بالمطار عم يجيبوا لي دواء لأمي معها كونسير من برا؟ طيب معقول ما عم أقدر لاقي لها دواء هون؟ طيب بيسوى هيك؟ طيب أنا قادر جيب. طيب غيري ما بتحسوا فيه أنتم؟ كم واحد تاجر مفجوعين، مفجوعين عاهرين، عاهرين ببيوتهم، أنا بعرفهم، بعرفهم واحد واحد، عاهرين ببيوتهم وعاهرين على الناس بين عنك، بيتحكموا برقاب الناس وبصحتها؟ بس كله عم يسرق بيني وبينك، بعيد عنك، كله مفجوع وعم يسرق، وكله جاي يقول الدولة رايحة كأنه بدهم يموتوا بكرة وبدنا نجمع قرشين قبل ما نموت أو تموت الدولة. مونجيرال بالنسبة لهودي شركات الأدوية عندهم مستودعات غير مستودعات الشركة تبعهم، يعني بتفوت على مستودع الشركة بتلاقيه فاضي. وين مستأجرين؟ ما هلا صار كثير مستودعات فاضي، مستأجرين بهالمحلات البعيدة وكذا، ما حدا معه خبر إلا الموظفين. اليوم الموظف بتبعت وراء معك خبر عند القاضي، إذا مش عامل ميكانيك بيعمل له ضبط مليون ونص بيحجز السيارة، إذا مش دافع بلدية زيت الشيء. طيب معقول يا عمي؟ معقول؟ طيب معقول هالهريان؟ خذ راحتك وأنا واجبي وكل واحد واجبه يوصل لك يحطك بجو التفاصيل لأوقات يعني مش كل الناس بتعرف فيها حتى نوصل لنتيجة. والله العظيم البلد بيزبط وبتزبط الأمور، وبالحق هودي تجار الأدوية مفجوعين عم يعملوا مليارات الدولارات، مش ملايين الدولارات، مليارات، عنهم طيارات خاصة.